حلقة جديدة من ريمونتادا، والبداية مع التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا مباراة منتخبنا الوطني اللي فاز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة في الماتش اللي اتلعب على استاد مراكش الكبير في المغرب، وبكده تأهل منتخبنا الوطني رسميا لبطولة أمم إفريقيا 2023. بدأ منتخب مصر بالتشكيل كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في الدفاع محمد عبد المنعم، علي جبر ومحمد حمدي ومحمد هاني، وفي خط الوسط زيزو، مروان عطية ومحمود حمادة، وفي خط الهجوم مصطفى محمد ومحمد صلاح وعمر مرموش. النهارده كان في ماتشين في تصفيات امم افريقيا. الماتش الاول بين جنوب السودان وجامبيا في المجموعه السابعه، وانتهى بنتيجه 3-2 لصالح جامبيا، واتلعب على استاد هيئه قناه السويس. وبكده وصل المنتخب الجامبي للنقطه التاسعه في المركز الثاني، اما جنوب السودان اتجمد رصيده عن النقطه 3 في المركز الاخير. اما الماتش الثاني فجمع بين منتخب ساو تومي ومنتخب غينيا بيساو، وانتهى بفوز لصالح غينيا بيساو بهدف دون رد في المجموعه الاولى. وبالنتيجه دي وصل غينيا بيساو للنقطه العاشره في صداره جدول المجموعه، وتوقف رصيد ساو تومي عند النقطه الوحيده في المركز الاخير. ومن تصفيات أمم إفريقيا للزمالك، والفريق واصل تدريباته اليومية النهاردة الصبح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي. الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خصص فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للعيبة، وحرص على رجب مخطط الأحمال على منح اللعيبة التعليمات والنصائح الخاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية لهم ضمن البرنامج المحطوط خلال الفترة الحالية للوصول لأفضل مستوى. تمرين الزمالك النهارده شهد انتظام المغربي احمد بالحاج لاعب وسط الفريق بعد رجوعه من اسبانيا بعد نهايه فتره الراحه اللي خدها، وشارك بالحاج في الفتره البدنيه والتاهيليه بجانب الفقره الخططيه والتقسيميه الفنيه. وكان موجود برضه يوسف اوباما لاعب الفريق والمعار لنادي الحسم السعودي في تدريبات النهارده، وسلم على زمايله قبل التمرين واتفرج على جزء منه. في الساعات الأخيرة ظهرت أخبار عن وجود مفاوضات بين الزمالك وطارق حامد لاعب الفريق السابق ولاعب اتحاد جدة الحالي، واللي بقى قريب من رحيل عن صفوف الفريق السعودي، ووسط الكلام عن التعاقد المحتمل مع الفرنسي نجولو كونتي. تعالوا نشوف رأي الجماهير في مدى استفادة الزمالك من عودة طارق حامد لو حصل، ونرجع ليكم مرة تانية. هو طارق يعني لو راجع لمستواه اللي كان فيه مع الزمالك قبل كده، طبعا احنا ما شاء الله بنعاني، احنا ما عندناش غير دونجا في نص الملعب، عمرو السيسي او روقه او ايا كان مش الاضافه اللي توازي تحاول تعوض سواء طارق او فرجاني. فهو لو راجع لمستواه ممكن نخلي دونجا يطلع قدام شويه عشان هو عنده اسبكتس هجوميه احسن، وممكن يفرق معانا بشكل عام مع زيزو طبعا والجزيري قدام، وينج يمين شيكا او نشوف سيد نيمار او كده، بس حاسه يفرق معانا فعلا بشكل عام، نعرف نظبط نص ملعبنا على الاقل. اه طبعا عشان طارق حامد حاجه كويسه جدا للزمالك، وكان من الاساس يعني في الزمالك، وهو اللي بيدي روح معنويه كبيره جدا للفريق. والله دلوقتي عوده طارق حامد للزمالك انا مش مشجعها جدا، ومش محبذ ان هو يرجع للزمالك تاني. اول حاجه هو ساب الزمالك في وقت احنا كنا محتاجينه جدا، تاني حاجه هو فضل الفلوس عن نادي الزمالك، فانا ضد عوده طارق حامد للزمالك بالرغم من حبي الشديد ليه. اه طبعا هتبقى اضافه قويه للنادي، لان هو برضك سنه كبير وخبرات ولعب كتير مع المنتخب، ويعني واتدرب كتير مع مدربين كتير اجانب، ويعني هتبقى اضافه قويه للنادي ان شاء الله. طارق حامد لعيب كبير جدا، لعب مع الزمالك كتير جدا، نفس الكلام برضو لعب مع المنتخب، هو لعيب كبير عنده خبرات النادي دلوقتي محتاجها، وبرضو شخصيه قياديه في نص الملعب، وعنده روح حلوه، بيعرف يدير النص ملعب كويس. ودلوقتي يعني الزمالك محتاج طارق حامد في ان هو مثلا في اوضه اللبس مثلا، محتاج الدافع والروح المعنويه بتاعه طارق حامد. اه طبعا اضافه كبيره للفريق طبعا، ان شاء الله ياخد باذن الله السنه الجايه باذن الله الدوري والكاس في الدوري ان شاء الله. ومناسبة كلامنا عن التعاقدات، فسمعنا في الساعات الأخيرة عن عروض كتير للعيبة الأهلي بعد فوزهم بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، ومن أبرز اللعيبة دي هو مدافع الفريق محمد عبد المنعم. نروح نشوف آراء الجماهير في رحيل محمد عبد المنعم عن صفوف الأهلي لو جاله عرض احتراف مناسب، ونرجع ليكم مرة ثانية.
اكيد محمد عبد المنعم لاعب كويس ولاعب كبير، ركيزه اساسيه في الفرقه في التشكيله الاساسيه، ما نقدرش ان احنا نستغنى عنه، بل بالعكس احنا محتاجين مساك تاني معايا، مش نشوف. وبالاضافه ان هو برده ابن من ابناء النادي الاهلي، فلا احنا محتاجين لحد ما نقدر نشوف لاعب كويس زيه فنقدر نقول لك ماشي اوكي على الاحتراف بتاعه، لكن في خلال الفتره دي لا ما ايدش طبعا ان هو يحترف يعني. والله هو خصوصا اللعيبه المصريه الكواليتي بتاعتها بتبقى ثابته، فاظن دلوقتي هيبقى احسن وقت يطلع فيه، هنستفاد منه ماديا كويس قوي، نعرف نجيب مدافعين جداد وعن اول مراكز الناقصه زي الهجوم، محتاجين راس حربه اكيد. هو انا موافق على الاحتراف دوت، هو هيبقى بس يا ريت يكون الاحتراف ده يكون في اوروبا ما يكونش في الخليج، لان دول الخليج بتتكلم بالفلوس عامه، فاوروبا ان هو مثلا يلعب في اوروبا والكلام ده كله، دوري ابطال اوروبا، يبقى بدل ما عندنا محمد صلاح واحد يبقى عندنا كذا واحد من محمد صلاح، محمد عبد المنعم وكده، يبقى في كام واحد، وان هو يطلع في سن صغير ده فتبقى حاجه اضافه كبيره لمنتخب مصر، فتبقى حاجه كلها بتبقى معيده علينا احنا. عبد المنعم كشخصيه مش هيسيب الاهلي كشخصيته هو يعني، لكن انه يحترف بره فهو يعني كاستفاده ليه اكتر، هيفيد المنتخب من خبرات، فبس هو مش هيحترف بره يعني، هيفضل في النادي ان شاء الله يعني. انا ضد القرار ده طبعا، ان محمد عبد المنعم لعيب مش موجود زيه في مصر يعني، ده خليفه وائل جمعه والناس دي يعني، لعيب المفروض يطلع بره، لو طلع بره هيكسر الدنيا يعني، مدافع بالصلاه على النبي، ارتقاءات، قوه بدنيه، كل حاجه عنده كامل في كل حاجه، والنادي الاهلي يعني انا مش عايزه يعني يقعدوه، ان انا اتضايق ان ده لعيب مفيش منه في مصر. لا اللي عايزينه طبعا معانا، محمد عبد المنعم اهم لاعب في الدفاع دلوقتي، هو الاساسي عندك، لو مشي يعني ايه قصه محمود طاهر تاني والناس اللي مشيت، والاهلي هيبوظ خالص، الفريق هيتدمر خالص. الأهلي هيرجع مرة تانية للتركيز على بطولة الدوري بعد ما نجح في تحقيق دوري أبطال أفريقيا عشان يحسم لقب البطولة اللي غايبة عن النادي بقالها موسمين. الأهلي متواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة وفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الأول، ولازم نحط في الاعتبار أن الأهلي لعب 6 ماتشات أقل من المتصدر. قرر هيكون قدامه اختيارين، الاعتماد على الأساسيين في باقي ماتشات الدوري أو يديهم راحة ويبدأ يعتمد على البدلاء والشباب. نروح نشوف رأي الجماهير في أي أفضل قرار من كولر، الاعتماد على الأساسيين ولا يديهم راحة. لا اكيد يعني لازم طبعا ان هو يمنحهم الراحه، ان هو برضك التفاهم بدني ومعنوي ليهم، ان هو كده كده يعني انت ساعه ما تيجي يعني مثلا مستوى كهربا دلوقتي مش زي الاول، مستوى كهربا البدني بتاعه برضك قليل، لازم يريحه شويه عشان خاطر يعرف برضك التفاهم يبذل مجهود تاني، انما بالمستوى اللي هو فيه دوت عايز له 60 انفراد عشان يجيب جول، فهو البدني بتاعه واقع والمعنوي برضك مش قد كده. لا هو يريحهم عشان هم تعبوا في بطوله افريقيا ولازم يلعب الناس الاحتياطي ويديهم فرصتهم بصراحه، لان هم ما لعبوش طول الموسم، واللعيبه الاساسيه تعبت بصراحه وعملت اللي عليها، وكفايه الماتش اللي فات اللي هو اللي كان في كازابلانكا ده لوحده ضغط نفسي على اللعيبه كبير قوي وبدني، ووقعوا بدنيا وكل حاجه، فربنا يكون في عونهم، هم بصراحه عملوا اللي عليهم. لا ان هو يوفق ما بين الاحتياطي مع الاساسي ويريح دول ويراقب دول برده، عشان حرام ان لازم يبقى برده في راحه للاعيبه الاساسيه يعني، تعبوا برده في الماتش الاخير في البطوله الافريقيه، ولازم يبقى في توليفه ما بين الاثنين يعني. انا رايي منحهم الراحه، لان يعني خلاص الدوري خلص للاهلي محسوم، هو دلوقتي كله بيدور على المركز الثاني، لكن اللعيبه دي بقى لها سنتين متواصله بتلعب، فلازم اوقات تريح عشان يقدر يعني بعد كده ينافس كمان، لكن دلوقتي وكمان كاس العالم للانديه يبقى اللي عنده اللعيبه مرتاحه ومش مفيش اجهاد مفيش اصابات كده يعني. لا هو يريحهم وفي نفس الوقت يشرك الناشئين عشان يقدر يكمل في اللي جاي ويعتمد عليهم، خصوصا كمان في ناس اكيد هتمشي من الناس اللي موجوده وفي ناس هتستمر، يعمل تطعيم يعني بين الناشئين والكبار عشان يقدر يكمل بيهم باللي جاي. لا انا مع قراره. ليه؟ لان هو اللي بيتحمل المسؤوليه نهايه كل ماتش. يعني انا لما باجي دلوقتي لو الاهلي لا قدر الله وان شاء الله مش هيحصل اتهزم، احنا بنحمل المسؤوليه لمين؟ للمدرب. يبقى هو بيشيل الليله، يبقى انا مع قراره. اما من ناحيه الراحه، لو انا عايز اريح اللعيب هريحه اثناء الماتش، يعني اجي مثلا في النص الخمس دقائق في التبديل
انزل واخد بالك انت لاعب يكون واخد بالك انت شاب صغير يريح شاب يربي لاعب اساسي واخد بالك ينزل يريح مثلا خد له ربع ساعه نص ساعه يريح واخد بالك يريحهم اثناء الماتش. من الدوري الممتاز لدوري الدرجة الثانية بالتحديد مجموعة بحري وبلدية المحلة بيقدر يرجع مرة تانية لدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى من 15 سنة من موسم 2007 و2008. بلدية المحلة نجح في الفوز على ذكرنس بنتيجة 4-0 عشان ينهي الموسم في صدارة الترتيب ب 58 نقطة وفرق نقطة عن طنطا بصاحب المركز الثاني. وبكده بلدية المحلة يكون الثاني الأندية المتأهلة للدوري الممتاز بعد النادي زد، ونستنى لغاية بكرة عشان نعرف المتأهل الثالث والأخير من مجموعة الصعيد والصراع القوي ما بين الجونة ولافيانا اف سي. بنبارك لبلدية المحلة على العودة للدوري الممتاز مرة تانية وبنتمنى التوفيق للأندية التانية اللي محلفهاش الحظ في التأهل بالموسم ده. ومن الكرة المحلية لكرة العالمية، وأعلن نادي لانس الفرنسي تفعيل بند شراء المصري مصطفى محمد لاعب الفريق من فريق جالتا سراي التركي عشان يتواجد في صفوف النادي بشكل دائم، وبكده هيستمر مصطفى في صفوف الفريق الفرنسي لغاية 2027. أعلن نادي برايتون الإنجليزي تعاقد مع جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول السابق في صفقة انتقال حر. ميلنر كان لاعب حر بعد ما انتهى تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم الأخير، عشان يعلن برايتون في بيان رسمي التعاقد مع ميلنر لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. وبكده تكون خلصت أخبار النهاردة، ولسه مكملين حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن ميدو. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، ومبروك لمنتخبنا. منتخبنا بيفوز على غينيا 2-1 او 1-2 في العلامه او فوز بيمثل العلامه الكامله لروي فيكتوريا المدير الفني القدير لمنتخبنا الوطني. ممكن وانت بتتفرج على الماتش تقول مش ده اداء المنتخب، الاداء مش كويس، الفرقه فيها مشاكل كتير، ولكن الكرة بتقول ان طبيعي في ظروف زي ظروف ماتش النهاردة ان انت يكون عندك هدف اهم او عندك اولويات تخرج بيها من المباراة. اهم حاجة ان انت تكسب ازاي مش مشكلة في الظروف اللي احنا فيها دي. الاهلي لسه لعب ماتش من 3 ايام، الفريق عندك المحترفين بتوعك صلاح الموسم خلص بقاله اسبوعين ثلاثة، اللعيبة المحترفين كلهم الموسم خلص بقاله اسبوعين ثلاثة، هي دي الفترة الأسوأ بالنسبة للمحترفين لأن دي بتيجي في وسط الأجازة بتاعته، ما بتبقاش سهلة. وكلنا عانينا من ماتشات الصيف قبل كده مع المنتخب، عشان كده لا يمكن تلاقي في التوقيت ده ان المحترفين بتوعك في أحسن مستوى ليهم. لكن هنتكلم في تفاصيل كتيرة يعني طبعا في الجزء الثاني من الحلقة مع هشام رشاد وطارق شعبان اللي هيكلمونا بشكل يعني في أرقام وتكتيكيا بشكل أكبر في تحليلهم للمباراة. ولكن أنا معجب بفيكتوريا، وقلت لكم الحسنة الوحيدة اللي عملها اتحاد الكورة إنه تعاقب مع فيكتوريا، مدرب كبير ومدرب ذكي ومدرب يعني طموح ومدرب جاي يشتغل مش جاي يهزر، ومدرب واقعي بيتعامل بالاوراق اللي معاه وما بيحاولش يلاقي نفسه اعذار. احب المدربين قوي اللي ما بيدوروش نفسهم على اعذار، يعني ما عادش بقى يقول لك ماشي الناس اتكلمت في التوقيت وقالت التوقيت وكل الكلام ده كله، لكن قالك انا هلعب بالناس اللي جاهزه وهشتغل بيهم وهحضرهم وهشتغل. وعلى فكره الكلام ده انا كنت هقوله حتى لو ما كسبناش، ولكن فوز النهارده فوز ليه معاني كتير، اهمها تصدر المجموعه، اهمها ضمان التاهل،
اهمها الثقه اللي ابتدت تبني ما بين فيكتوريا وما بين جمهور المنتخب. واحنا كلنا عارفين ان في الفتره اللي فاتت او في فترات سابقه حصل حاله من الفتور ما بين الجمهور المصري وما بين منتخب مصر. وانا براهن ان فيكتوريا هيقدر يرجع حاله حاله العشق اللي طول عمرها موجوده وحاله التواصل اللي طول عمرها موجوده ما بين منتخب مصر وجماهيره. كل جمهور مصر بيشجع انديه مختلفه بالوانها المختلفه وبانتباهات مختلفه، لكن دايما طول عمرنا لما المنتخب بيلعب كل الناس ورا المنتخب، هو ده جمهور مصر. في وقت من الاوقات الاداء واسلوب لعب المنتخب خلى الناس يعني ايه تبعد شويه، لكن انا براهن على فيكتوريا وبقول ان فيكتوريا واحد من افضل المدربين اللي جم مصر، مدرب ذكي جدا، مدرب سنه صغير يعني مش صغير، سنه متوسط يعتبر، يعني فيكتوريا اعتقد حاجه 50 سنه 52 53 سنه، سنه لسه بيسمح له ان هو يكون عنده شغف بالشغلانه، جاي يشتغل كويس، جاي ينجح. كم سنه؟ 53 يعني سن مناسب جدا ان انت تستقطب مدرب اجنبي عايز ينجح معاك وعايز يشتغل وعنده طموح ان هو ينجح. ماتش النهارده يعني اهم الملامح اللي نقدر نقول عليها، ما فيهوش ملامح فنيه كتير، ولكن اصابه مرموش في بدايه المباراه الف سلامه طبعا على مرموش لاعب فرانكفورت والمنتقل حديثا الى أنتراخت فرانكفورت من فولسبورغ الألماني. ونزول تريزيجيه صنع الفارق، ويحسب لتريزيجيه ان هو رغم جلوسه احتياطيا ونزل بدري في المباراة ان هو كان نازل جاهز ذهنيا. خلي بالكم دايما اللعيب اللي بينزل بدري في اول ماتش بتبقاش سهلة، يلا بعد 10 دقايق يلا انزل تبقاش سهلة. فتريزيجيه تعامل بشكل كويس جدا مع الموقف، احرز هدف من صناعه صلاح، هدف التعادل، ثم بعد كده صنع هدف لمصطفى محمد. برافو برافو تريزيجيه. والنهارده تاني باكد لكم بالظروف اللي مر بيها المنتخب تعتبر مباراه جيده جدا. لو المباراه دي اتلعبت في ظروف طبيعيه كنت انا اول واحد قلت لكم لا المنتخب محتاج حاجات كتير، لكن انا عارف الظروف الصعبه اللي بيمر بيها فيكتوريا، وعارف الظروف الصعبه ان انت لعيبه تجيلك من الشرق ومن الغرب بدوافع مختلفه، ولعيبه حالتها البدنيه كلها مختلفه، لعيبه الاهلي حالتها البدنيه غير لعيبه الزمالك غير لعيبه المحترفين. موضوع يا جماعه مش سهل، صدقوني الماتشات اللي بتبقى في وسط الصيف دي بتبقى ماتشات صعبه جدا على اللعيبه. يعني ايه في وسط الصيف؟ خلي بالكم احنا مش في وسط الصيف، بس في وسط الصيف يعني ما بين الموسمين، ما بين الموسمين. طبعا احنا الدوري الوحيد العظيم اللي لسه شغال، فيش ولا دوري تاني في العالم شغال الا احنا، بس مش دي قصتنا، خلينا نتكلم على المنتخب ونشيد بالمنتخب. نتيجه جيده، اداء متوسط ولكنه اداء مقنع مقارنة بالظروف اللي بيمر بيها الفريق. وتاني بقول لحضراتكم الظروف، ان بالنسبة لأي مدرب لعيبة جايلك من الشرق وجايلك من الغرب ودوافع مختلفة، ولعيبة لسه كسبانة بطولة كبيرة، ولعيبة مخلصة الموسم المحلي بقالها 3 أسابيع، ولعيبة لسه في وسط الموسم، ده مش سهل على المدرب، محتاجة مدرب كبير عشان يصمد وان هو يجدد دوافع اللعيبة مرة تانية ان هم يأدوا بشكل جيد. ويحسب لمنتخب مصر انه عمل ريمونتادا بعد ما استقبل هدف مبكر في سذاجه كبيره جدا من الديفنس، اخطاء ما ينفعش تحصل، راجل دخل بيعمل 1 2 في ال 18، حركه اللعيبه بطيئه جدا جدا في رد الفعل. الشناوي في رايي طالع كان لازم ان هو يقفل الكره العرضيه بشكل افضل، ولكن يحسب لمنتخبنا انه اشتغل بشكل كويس، رجع للمباراه، قدر ان هو يفوز. مبروك لمنتخبنا، مكسب
مهم جدا. 6 فوز من اصل 6 مباريات لروي فيكتوريا في افضل افضل انطلاقه لمدرب لمنتخب مصر في الالفيه الجديده. افضل انطلاقه لمدرب لمنتخب مصر في الالفيه الجديده لروي فيكتوريا. ومعانا مداخله من صديقي العزيز واخ اكبر وواحد من الناس اللي انا بعتز بيها وواحد من الناس اللي انا اتعلمت منهم حاجات كتيره قوي في الكوره جوه الملعب وبره الملعب. كابتني كابتن هاني رمزي. كابتن هاني مساء الخير. كابتن هاني مساء الخير. يعني طبعا حصل مشكله في الاتصال. رمزي هو رمز المحترفين في رايي. رمزي هو رمز المحترفين. رمزي هو اللي علمنا يعني ايه احتراف. علمنا يعني ايه نحب منتخب مصر في عز ونخلص لمنتخب مصر في عز ما احنا بنلعب في اي مكان في العالم. كابتن رمزي مساء الخير. كابتن هاني مساء الخير. كابتن هاني عندنا مشكله في الاتصال ولكن نتيجه جيده جدا لمنتخبنا. تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله باذن الله يكون معانا هاني رمزي وعندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها. هنتكلم على مصطفى محمد وبقائه في نانت او تفعيل نانت لبند الشراء وازاي الزمالك هيتاثر بكده والزمالك هيكسب ايه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا ويعني طبعا بالحديث عن منتخبنا لازم نتكلم عن مهاجم منتخبنا الاناكوندا مصطفى محمد ابن نادي الزمالك. ومصطفى النهارده بيحرز هدف الفوز والنهارده في خبر يعني ان نانت خلاص بيفعل بند الشراء لمصطفى محمد بستة مليون يورو. وانا بقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه مصطفى محمد لن يبقى في نانت. نانت فعل بند الشراء لانه عنده عرض من داخل فرنسا لمصطفى برقم اكتر بكتير. زي ما حضراتكم عارفين ان اللي كان بيمتلك عقد مصطفى محمد هو جلطة السراي اشترى مصطفى من الزمالك بستة مليون يورو واعاره 6 مليون دولار واعاره لنانت الفرنسي مع اوبشن تو باي او امكانيه شراء نانت لعقده. والحقيقه يعني ان مصطفى يعتبر لعب موسم جيد جدا مع نانت لان الدوري الفرنساوي دوري صعب ودوري قوي والبعض يعني بيقول لك ايه ان هو دوري سهل. لكن صدقوني يعني انا لعبت في فرنسا وبقول لكم ان في فرنسا كل اسبوع بتلعب قدام مدافع رخم مدافع جامد كل الماتشات جامده. يعني انا افتكر في مارسيليا موناكو ماتش جامد, مارسيليا ليون ماتش جامد, مارسيليا سانتيتيان ماتش جامد, مارسيليا نيس ماتش جامد, مارسيليا باريس سان جيرمان ماتش جامد. كل الماتشات جامده وكل الماتشات فيها تواجد جماهيري وفيها شغف كبير جدا وفيها فيزيكال بريزنس وتواجد بدني كبير جدا. فان مصطفى يلعب بالشكل ده في اول موسم ليه طبيعي وكمان بتتكلم على مهاجم دولي ان يكون عنده عروض تانية غير نانت. زي ما حضراتكم عارفين ان نانت بقى في الدوري الفرنسي او في الليج في اخر مباراة كان عنده صراع كبير جدا على الهبوط. وبالحديث عن المحترفين هناك عميد واحد للمحترفين ورجل كلنا تعلمنا منه ازاي تبقى محترف وتعلمنا منه ازاي ان انت في عز ما انت بتلعب في اي مكان في العالم ان انت يكون اخلاصك دايما للمنتخب المصري. رجل انا بشكل شخصي تعلمت منه حاجات كتيرة جدا داخل الملعب وخارج الملعب. كابتني القدير الكابتن هاني رمزي. كابتن هاني مساء الخير. يا ميدو حبيبي ازيك, عامل ايه؟ وحشني. وحشني جدا. انت مختفي فين يا كابتن رمزي؟ لا موجود والله مختفي ما بشوفكش خالص ولا بشوفك. ها انا والله لا خالص موجود والله بس يعني انت عارف ساعات كده عالميا ببعد شويه لكن متواجد
بالتوفيق ليكم متابعك ومتعلق دايما يا ميدو. ربنا خليك يا كابتن رمزي، وانت راجل يعني يعني طول عمرك نموذج للالتزام والاخلاص وللعمل والاخلاص في العمل. وانا دايما بقول ان رمزي يعني كان لعيب كبير قوي، يمكن اكتر ناس تحس بيه وتحس بقيمته الناس اللي لعبت معاه في الملعب، خاصة في الماتشات الكبيرة. كابتن رمزي، عايز الأول أسألك عن رأيك في أداء المنتخب المصري النهاردة وفوز المنتخب المصري وتأكد أو حسم ملف الصعود لكأس الأمم الأفريقية القادمة في شهر يناير بإذن الله في كوت ديفوار. طبعا مبروك للمنتخب، اكيد يعني كانت مباراة في شكلها اللي احنا اتفرجنا عليه خدت شكل الود شوية، لكن كانت مباراة طبعا بالنسبة لنا كانت مباراة مهمة في طبعا إطار استعداداتنا لي طبعا بطولة أفريقيا القادمة والتأهل رسميا الحمد لله. لكن على المستوى الفني يعني متوسطة الأداء في مجملها الحقيقة. الشوط الأولاني كان شوط ضعيف، الشوط الثاني كان فيه شوية أفضلية أكتر للمنتخب المصري، وبالتالي احنا بأقل مجهود قدرنا نخرج بالمكسب 2-1. وانت زي ما انت عارف برضو نهاية موسم بالنسبة للعيبة المحترفة الموتيفيشن ما كانش موجود، يعني تأهلنا كان محسوم بشكل كبير، كل ده أثر شوية على أداء المنتخب اللي الطبيعي والمفروض ما يكون في ده صحيح. يعني ده انت بتلعب مع منتخب مصر لازم دايما الدوافع تكون موجودة ولازم تكون الروح موجودة، لكن في مباريات كده وانت أكيد ميدو عارف ومريت بالحاجات دي كتير ان ساعات الموتيفيشن مش موجود، احنا كده كده واصلين المباراة ما فيش تواجد جماهيري زي ما شفنا، وبالتالي الريتم كان قليل قوي. لكن الحقيقة فيتوريا أنا بقول إنه مدرب كويس، مدرب كبير بيتسم بالحالة الهجومية وبيلعب بشكل هجومي بشكل كويس قوي وبيعرف يوصل للي هو عايزه. يعني 6 مباريات مع منتخب بست فوز ده شيء يحسب له، ولكن لغاية دلوقتي ما فيش منافس تقدر نقول أو نقدر نقيس بيه المنتخب ونقدر نقول عندنا دلوقتي عندنا منتخب قوي او نقيس نفسنا. يمكن مباراة المنتخب مع بلجيكا كانت مباراة قوية، لكن غير كده كلها كانت مباريات مع منتخبات اعتقد كانت اقل مننا فنيا بشكل كبير. كابتن هاني، يعني عايز اسألك عن مدى صعوبة تجهيز لعيبة جايين كلهم يعني من الشرق والغرب او من الغرب، يعني زي ما بيقولوا ناس جاية بدوافع مختلفة في فترة قصيرة جدا. النادي الاهلي لسه كسبان بطولة افريقيا ابطال الدوري، وانت عارف دايما المرحلة اللي ما بعد نشوة الفوز او في وسط نشوة الفوز ببطولة كبيرة، لعبت الدوري المصري مرهقة بشكل كبير جدا بضغط المباريات، المحترفين خلصوا الموسم بتاعهم بقالهم 3 اسابيع ويعتبر ده في وسط ما بين موسمين. قول لي التشالنج والتحدي الحقيقي اللي قابله روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا في انه يخلي الفرقه كلها ماشيه في دايركشن واحد وفي اتجاه واحد ويجدد الدوافع للعيبه باشكال مختلفه، شفت الموضوع ده ازاي؟ لا صعب جدا، صعب جدا. انت كنت مدير فني عارف الكلام ده وانا كنت مدير فني عارف الكلام دوت. الموضوع بيبقى صعب جدا انك تبقى كل الامور اللي انت اتكلمت فيها ديت وتبقى عندك وتشتغل خلال بتتكلم على 3 ايام 4 ايام، ما مش هتقدر بشكل كبير انك حتى تجدد الدوافع ديت بشكل كبير. الحاله المعنويه بتتكلم على الحاله كمان البدنيه، انت جاي لك يعني زي ما انت بتقول محترفين بقالهم 2 اسبوع مخلصين، في ناس مجهده. النادي الاهلي لسه من 2 يومين لعب مباراه نهائيه ومجهود بدني ونفسي كبير جدا، لعيبه الدوري كان الى حد ما عندهم راحه شويه وبالتالي بعيده عن المباريات بشكل كبير. كل ديت الامور بتقلق نوع من الصعوبه انك يعني تعمل موتيفيشن للعيبه او تقف او احنا كمان نحكم على المدير الفني من خلال كل الاسباب اللي انت اتكلمت عليها. لكن واضح انه مدرب جريء، يعني واضح من شخصيه فيتوريا انه هو مدرب بيسعى دايما للفوز. يعني في تاريخه كمان ما عندوش تعادلات سلبيه كتير، دايما بيسجل الارقام كمان بتقول كده، وبالتالي زي ما بقول احنا عندنا مدير فني كويس، مش عايزين نقول يعني مش عايزين نكبر الموضوع، وفي نفس الوقت لازم نديله حقه ان هو ماشي بخطوات كويسه. وعجبني جدا جدا حتى استدعائه للولاد الصغيرين في معسكر المنتخب، ده بيديك برضه
يعني انطباع كده ان الراجل كمان بيبص انه عايز ينزل بالاعمار السنيه للمنتخب، وده شيء لازم يكون موجود. منتخبنا دلوقتي حتى متوسط الاعمار بدا يبقى كويس. فكل دي امور الحقيقه ايجابيه جدا، ويعني وان شاء الله باذن الله الاستعداد كويس، مع يكون عندنا ان شاء الله محترفين واقفين على رجلهم اكتر من كده. لا احنا داخلين على بطوله صعبه جدا، البطوله الافريقيه بقى البطولات الصعبه جدا، وانت عارف ده ميد ان المنتخبات خلاص ما فيش منتخبات صف تاني وتالت دلوقتي، كل المنتخبات عندها محترفين دلوقتي، في فروقات واضحه جدا على مستوى يعني منتخب زي منتخب المغربي، وبالتالي التحديات صعبه في البطوله الافريقيه اللي جايه. يعني كابتن هاني، عايز اسالك عن محمد عبد المنعم، و يعني مدى التطور اللي حصل له خلال السنه الاخيره، وانت واحد من المدافعين اللي لعبوا بدري ونضجوا بدري، وشايف حجم التطور اللي وصل ليه محمد عبد المنعم والنضج اللي وصل ليه محمد عبد المنعم مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر ازاي؟ محمد عبد المنعم في اعتقادي يعني عنده كل المميزات وعنده كل القدرات اللي يكون مدافع، يعني مدافع عالمي الحقيقه. عنده كل المميزات من النواحي البدنية، من النواحي الذهنية، من كمان الستايل بتاعه. يعني الحقيقة انت اتكلمت في نقطة، محمد عبد المنعم مش ده اللي هو من خلال سنة او من سنة ونص، يعني تطور في فترة قليلة، تطور كبير جدا على مستوى الاداء الفني والبدني والذهني. عندنا عنده امكانية لتسجيل اهداف في اوقات حاسمة، ده بيدل ان هو عنده ثبات انفعالي بشكل كبير جدا. لازم هو على المستوى الشخصي يشتغل على نفسه، يعني وده مهم جدا، انك يعني مش كفاية بس انك تشتغل في الملعب، لكن لازم تشتغل على نفسك في اجزاء كتيرة جدا، منها على سبيل المثال لازم يقلل شوية من عملية الاحتكاك مع الخصم بدون كرة، والكلام مع الحكم، ويخش في مهاترات ممكن جدا تبعده عن التركيز. ده مهم جدا، حتى اللي الناس كلها بتتكلم عليها، انت لعيب كويس ولعيب مميز جدا، ولكن في بعض الاحيان دي ممكن تبقى سلاح ضدك، انك عندك ثقة في امكانياتك، ده شيء جيد، ولكن في حدود المطلوبة، في حدود المسموح، لان ده برضه انت بتلعب في بوزيشن، انت ما بتلعبش في نص الملعب او بتلعب مهاجم، يعني موضوع الريسك ده بيكون شوية للمدافع، بيكون فيه خطورة شوية. لكن هو عنده كل الامكانيات الحقيقه انه يكون مدافع عصري الحقيقه، وعنده الامكانيات انه يحترف في اي دوري في العالم، بجانب ان لازم يكون عنده شخصيه القادره على الاحتراف. زي انت عارف يا ميدو ان الاحتراف مش فنيا بس، لازم يكون عنده القدره على ده، لكن مكسب كبير جدا جدا لمنتخب مصر اولا، وطبعا هو موجود في النادي الاهلي اكيد مكسب للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله انه يستمر على هذا الاداء. شويه الملحوظات الصغيره اللي الواحد ممكن يقولها له، لانه يعني مر علينا اجيال ولعيبه كويسه جدا كان عندهم بعض المشاكل مش فنيا، ولكن على المستوى الشخصي وعلى مستوى الانطباع وعلى مستوى الثقه الزياده ممكن توديه في حته تانية. لكن هو ملتزم جدا على فكره، وراجل بتاع ربنا، وعنده حاجات كتيره قوي حلوه، بس الاجزاء الصغيره دي لازم يشتغل على نفسه فيها. يعني كابتن هاني، كولر مدرب يعني جه النادي الاهلي، وانت راجل عارف طبيعه السويسريين يعني، وعشت معاهم يمكن صحيح لمده 4 مواسم اعتقد في نيو شاتل. انا لعبت ضد كولر على فكره كمان. والله لعبت معاه، يعني لعبت ضده، كان اعتقد كان بيلعب في جراس سوبر، وكان كان لعيب كويس ولا ايه؟ في نص الملعب اكيد لعيب كويس يعني. بيلعب في جراس سوبر في نص الملعب، وعلى فكره يعني مش كل المدربين الكويسين كانوا لعيبه كويسه، لكن يعني من اللي قابلته مره ويعني حكينا الموقف ده وفكرته. لا مدرب طبعا، مدرب هايل الحقيقه، يعني على المستوى الشخصي راجل جميل جدا، على المستوى المهني اعتقد ان احنا عندنا مدرب كبير جدا، مدرب محترم بيتعامل مع الامور بهدوء شديد وتركيز كمان شديد. راجل بيحب الديتيلز قوي، وده مهم جدا، ان الراجل الديتيلز بالنسبه له حاجه مهمه جدا، الحاجات الصغيره بالنسبه له مهمه جدا، اللي ممكن الناس تشوفها انها صغيره يعني، فعنده الحته دي مميز فيها جدا. كمان عنده الجزء الثاني ان هو راجل مرح على فكره، يعني الناس بتشوفه واقف على الخط كده ما بيضحكش، لكن هو راجل ساعه الهزار بيبقى راجل مرح وقريب جدا من اللعيبه. فالحقيقه
يعني احنا الحمد لله النادي الاهلي بيمتلك شخصيه مدرب كويس بيعرف يشتغل تحت ضغوط وده مهم جدا. كمان السي في بتاعه سي في محترم يعني درب المنتخب السويسري وعمل معاه نتائج جيده. فالحقيقه الاداء اللي بيقدمه على النادي الاهلي الفترات الاخيره كمان عنده قدره على تطوير اللعيبه وده شيء مهم. يعني في مدربين مدربين كويسين لكن ما عندهمش قدره على تطوير اللعيبه بشكل كبير. لا شفنا الكلام دوت، شفنا ازاي بيرسيتاو اتطور بشكل كويس، ازاي حسين الشحات، محمد هاني، بنتكلم على عبد المنعم، بنتكلم على رؤيته مثلا لمروان عطيه ده كمان مهم قوي. ف يعني انا بحترم الراجل ده جدا واعتقاد الشخصي يعني ان هو من المدربين اللي هيسيبوا بصمه كبيره في تاريخ النادي الاهلي. كابتن هاني، يعني انت واحد من اللعيبه اللي اتطور او طريقه لعبه اتطورت من ليبرو لسنتر باك في 4، ثم لعبت بعد كده لفتره طويله مع منتخب مصر كلاعب نمره 6 على الدايره، وعايز اعرف ايه النصايح اللي تقدر تقدمها لمروان عطيه، واحد من اللعيبه اللي جم النادي الاهلي برضو واتطوروا في وقت قصير جدا وقدروا ان هم ينسجموا مع الفريق والنهارده بيبدا اساسي على الدايره في خط وسط منتخب مصر. مروان الحقيقه مروان مكسب كويس قوي، يعني صفقه كويسه يعني عملها النادي الاهلي الحقيقه. ومن الحاجات المهمه لمروان ان هو عنده بيغطي مساحات كبيره من الملعب وده شيء مهم جدا جدا، يعني انك لاعب سته بتغطي مساحات كويسه من الملعب، عندك قدره كمان على استخلاص الكره من غير عنف بدون فاول. عايز سن التطوير في عمليه يبقى الباسنج بتاعه ايجابي اكتر شويه، يعني انت عارف الباص ما بين الخطوط، توصيل الكوره بشكل كويس لمهاجم لجناح اذا كان الجناح بيخش على جوه ان تايم بيحط له الكوره في رجله بشكل مباشر. هو لعبه بيلعب طبعا السهل الممتنع، ما عندوش اخطاء كتير وده شيء يحسب له الحقيقه، عايز بس شويه يتطور في الجزئيه ديت ان هو ممكن جدا بنشوفه بعض المباريات حتى بيزيد وبيسدد، ده لازم يطور من ده شويه ولازم ده الجزئيه دي عنده تزيد شويه، لان كمان وارد ان ممكن رقم 6 يكون جزء من المباراه بيزيد وبيشتغل كثمانيه، يعني ما فيش مشكله في الحته دي. لكن هو مروان الحقيقه كمان مع النادي الاهلي اتطور بشكل كبير جدا نتيجه المباريات الكثيره اللي بيلعبها. الضغوط خلي بالك بتخلق كمان شخصيه اللعيب، الضغوط اللي بتقع على اللعيب من خلال المباريات. النهارده طبعا بدايه مع المنتخب الاول كانت بدايه جيده رغم المباراه يعني ما كانتش مستحمله او المباراه سهله الى حد كبير، لكن طبعا مروان كمان مكسب للمنتخب ماتش بشكل كبير وللنادي الاهلي. كابتن هاني، انا عرفت ان انت كان عندك اجتماع مع السكاوتنج تيم بتاع ليفربول، تقدر تقول لي اي تفاصيل عن الاجتماع ده؟ والله يعني طبعا كان الاجتماع ده يمكن من خلال بطوله افريقيا للشباب اللي كانت هنا مقامه في مصر، وقعدنا مع السكاوتنج تيم بنشوف هم شغالين بأني نظام، السيستم شغال ازاي، ايه رؤيتهم لموضوع السكاوتنج، لان السكاوتنج للاسف يعني في مصر بيقولوا اكتشاف الموهوبين، هي يعني عمليه معقده عن كده كتير جدا جدا، لانك يعني دلوقتي دخل في علم دلوقتي يعني في دراسات بالنسبه للسكاوتنج، في كورسز بالنسبه للسكاوتنج، في تعليم كبير جدا ازاي ان انت وانت بتتفرج تميز اللعيب الكويس بمعايير معينه، لان دلوقتي خلاص يعني الموضوع الكشافين بتوع زمان على ايامنا كان عينهم بيقول لك والله ده اللعيب ده الولد ده حريف لعيب كوره كويس، لكن المعايير اختلفت دلوقتي، عرفنا منهم كمان ان هو في معايير محدده بالنسبه لهم لنادي ليفربول من خلال السبورت دايركتور، من خلال المدير الفني بيحطوا معايير للعيبه اللي عايزينها في المراكز المعينه، يعني كل مركز بمعايير معينه، بشخصيه معينه، بديتيلز كده معينه لازم يتوفر فيها، وبيبداوا بيعملوا الكورس ده للعناصر السكاوتنج الموجودين في العالم كله. والله احنا ده اللي احنا بندرسه، لما تيجي تتفرج على لعيب عندك داتا وعندك معايير محدده بتقدر من خلالها تحدد اللعيب دوت كويس ولا وحش او مناسب للسيستم بتاع ليفربول من خلال طبعا رؤيه المدير الفني، دي جزئيه. هل ده شخصيه كمان النادي، لان ده كمان مهم جدا، انك يعني الانديه الكبيره دايما عندها كل نادي عنده شخصيته بمعايير مختلفه يعني، فكمان ده بيخش في موضوع السكاوتنج، انك بتدرس شخصيه اللعيب نفسه، انت ما بتجيبش لعيب كويس بس كده وخلاص،
ممكن تجيب لعيب كويس، لكن ما مش في سيستم اللعب بتاعك، مش هيكون فيه انتاج، او ما عندوش شخصيه النادي، او ما بيعرفش يلعب تحت ضغوط، او ما بيعرفش مثلا والفرقه معاش الكره ما بيعرفش يدافع، او واحنا معانا الكره ما بيعرفش يخلق مساحه، او 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 معايير كتيره جدا، وكل بوزيشن بيكون مختلف عن البوزيشن التاني بشكل او باخر. وده من خلال رؤيه طبعا المدير الفني، من خلال رؤيه السبورت دايركتور، ازاي هم بيوزعوا السكاوتنج بتاعهم ده على العالم كله. عايز اقول لك ان هم مهتمين جدا 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 بافريقيا، يعني عايز اقول لك ان هم مهتمين بشكل مباشر بافريقيا والنجوم الصغيرين في افريقيا. لسه من اول امبارح ميدو كان ولد من جامبيا كان بيلعب في الدوري الدنماركي وراح مضى مع نيوكاسل، لعيب عنده 18 سنه بتاع جامبيا ده اللي راح نيوكاسل وبعد كده راح لون يعني. بالظبط، يعني هو كان اصلا في اندهوفن كان رايح لون لفريق دنماركي، ودلوقتي مضوا معاه في نيوكاسل. الحقيقه التوب تيم دلوقتي كمان بيبصوا على القاعده ديت، اللعيب الافريقي الصغير في السن اللي عنده 17 و18 سنه، حتى لو 17 سنه بيبداوا يعني بيكونوا تحت رعايتهم لغايه ما يتم 18 وبعدين يبدي، لانه لازم يبدي وهو عنده 18 سنه. فالحقيقه كمان ليفربول من الانديه اللي بتدور في افريقيا بشكل كبير، وتواجدهم هنا في مصر ده كان دليل على كده، ومتابعين بعض اللعيبه الافارقه الحقيقه. فاستفدنا جدا من الحقيقه الميتنج دوت، وساعدنا جدا ان احنا كمان نعمل السيستم الخاص بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي كمان احنا عندنا سيستم خاص زي ما بقول لك بمعايير معينه باشكال معينه لطريقه اختيار اللعيبه، من خلال رؤيه المدير الفني، من خلال شخصيه النادي الاهلي، من خلال حاجات كتير جدا، منها يعني منها طبعا الفاليو بتاع اللعيب دوت. واحنا حريصين كمان ان احنا يبقى عندنا ما بنقدمش بس لعيب مناسب للنادي الاهلي، احنا كمان ان شاء الله باذن الله بنقدم انفستمنت للنادي الاهلي، يعني لعيب ممكن تشتريه بمبلغ صغير، عندنا فيجن ان خلال سنتين ثلاثه لا اللعيب ده ممكن جدا يتباع بمبلغ اكبر شويه، وبالتالي بيكون مصدر دخل كمان للنادي الاهلي. وده مهم في اداره السكاوتنج من خلال ليفربول، عرفنا الكلام دوت كمان، ان هو بيكون مصدر دخل للنادي، انك ما بتشتغلش انك بتشتري لعيبه بس، لكن انت عندك رؤيه ازاي احنا ان شاء الله بنشتغل ان احنا نجيب لعيبه ان هم نستفيد منهم فنيا في النادي الاهلي، وكمان على مستوى الماركتنج بعد كده ممكن يسوقوا بشكل كويس ويبقى في دخل كويس للنادي. الحقيقة أنا سعيد جدا أن أخيرا النادي الأهلي بيستفيد من هاني رمزي في المكان اللي يقدر أن هو يكون إضافة فيه للنادي، وهي الحتة الفنية، الحتة التكنيكال بالخبرات الكبيرة اللي بيمتلكها الكابتن هاني رمزي. وعايز أقول لك كابتن هاني أن احنا بدأنا نطبق نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله وشفته في ليفربول في نادي الزمالك. الاسبوع اللي فات انا كنت موجود مع المسؤولين في ريال بيتيس، وشفت ازاي بيشتغلوا على السكاوتنج تيم، وازاي بيقسموا السكاوتنج تيمز للسكاوتنج تيم لريجنز، عندهم ريجن بتاع جاليسيا، ريجن بتاع اندلسية، ريجن بتاع كاتالونيا، عندهم ريجن بتاع افريقيا، بتاع امريكا اللاتينيه، وازاي ان هم بيقيموا اللعيبه اللي عندهم كل 3 شهور، ومين اللعيب اللي في الـ في الـ في, الـ في الاكاديميز، اللعيب اللي مستواه بيزيد، واللعيب اللي مستواه ثابت، واللعيب اللي لازم بعد نهايه الموسم يوجهوا له الشكر. وهو ده المفروض الطبيعي، ان كل الانديه وخاصه الانديه الكبيره في مصر لازم يكون عندهم سيستم وسيت اب وسكاوتنج تيم مقيم بيروح النادي يعني كل يوم طبعًا يشتغل. طبعا الكلام اللي بتقوله ده يمكن متواجد في اوروبا من زمان، لكن احنا يعني بدون دخول في تفاصيل طبعا، الحمد لله احنا يعني السكاوتنج تيم بتاعنا مغطي اجزاء كتيره جدا من اللي انت بتقول عليها. احنا طبعا كمان مش يعني الموضوع السكاوتنج ده مش على الفريق الاول بس، زي ما انت بتقول على غير الناشئين وكل على كل السيستم محطوط لكل الحاله الفنيه ولاعيبه الكره في النادي الاهلي. بنعمل ان شاء الله شغل ان شاء الله يليق بالنادي الاهلي، يعني النادي الاهلي طبعا نادي كبير وبطولات كبيره جدا جدا، وعلشان يحافظ على البطولات ديت لازم طبعا، انت بتتكلم في جزء يمكن كان غايب شويه، كان صحيح. موجود بشكل مختلف لكن دلوقتي بشكل علمي اكبر، يعني اكتر بشكل علمي اكبر شويه، وبنحاول ان شاء الله كمان كل فتره كده بنطور من نفسنا. يعني ويعني الحقيقه ده انا طبعا بشكر كابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره
اللي ادوني فعلا الفرصه ان اكون متواجد تحت مظله النادي الاهلي. اي مكان في النادي الاهلي الواحد يكون موجود فيه بيكون سعيد جدا. لا بس 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 في الحته دي بالذات يا كابتن هاني. طبعا يعني الحته التكنيكال. طبعا التكنيكال مهم جدا لان دي يعني دي شغلتي وانا يعني طبعا. الجزء التكنيكال دوت. وعلى فكره يعني انا يعني عرفت موضوع السكاوتنج ده لما كنت موجود كمدير فني في ليرس البلجيكي وقبل نهايه الموسم يعني قعدت مع الناس طب ايه هنخطط ازاي الفتره اللي جايه وبتاع. فعندهم السيستم ومن خلاله عرفت السيستم ده كمان ماشي ازاي. وانت بتتكلم على طبعا الكلام ده بتتكلم في 2012 2013 يعني. عايز اقول لك عايز اقول لك ان كمان السيستم بتاع السكاوتنج كل يوم بيكون فيه جديد وبيبقى فيه محاضرات وبيبقى فيه ميتنج على مستوى عالي جدا ويعني حاجات كتيره جدا. احنا بنحاول ان شاء الله باذن الله نقدم خدمه لنادينا الكبير ان شاء الله ونكون يعني جديرين بالمسؤوليه دي ان شاء الله. وده هيرجع بالفايده اكيد على منتخب مصر وعلى الكره المصريه. النادي الاهلي لما يكون في سيت اب محترم ناس متعلمه وناس عندها الادكيشن وعندها التعليم. نادي الزمالك كل الانديه احنا النهارده في نادي الزمالك كابتن من الشهر اللي فات عملنا اوضه خاصه للسكاوتنج تيم بتاعنا بالاكويبمنت بتاعتها بالاكونتس بتاعتهم بيخشوا يتفرجوا على الماتشات. الناس كلها بتروح كل يوم من الساعه 10 الصبح للساعه 5 مساء. وده كلام ما كانش موجود قبل كده لا في الزمالك ولا في الاهلي ولا في معظم الانديه. النهارده بوجود وهي دي ميزه ان يكون عندك لعيبه سافرت واحترفت وتعلمت وترجع لبلدها وترجع لناديها بالعلم ده والنولج ده. ده اهم بكتير جدا من ان انت يكون عندك لعيب بيلعب في مصر وياخد لك بطوله ماشي اوكي ده كويس. بس ان انت تصفى واحد زي هاني رمزي من ابناء الاهلي لما يسافر وياخد تجربه زي اللي خدها ويرجع بالنولج بتاعه والعلم بتاعه يفيد النادي ويفيد البلد. انا بالنسبه لي ده بيقدر بملايين الدولارات. صح يا كابتن هاني ولا ايه؟ كلامك مظبوط. وعايزين عايز اخد من كلامك يا ميدو ان احنا كمان المفروض كمان لو بنفكر بقى في مصلحه الكره المصريه كمان لو بنفكر في السكيل الاكبر شويه يعني منتخب مصر كمان يعني احنا عندنا عدد اللعيبه المحترفه الحقيقه لا يعني لا يتناسب ابدا ابدا مع اسم كبير زي اسم مصر على مستوى افريقيا. كابتن هاني كابتن هاني قول لي يا ميدو. اقول لك على ارقام تخضك؟ قول لي انا عارف بس لا بس اقول لك على حاجات يعني عشان برضو الساده المشاهدين يعرفوها معانا. يلا يعني بالحديث عن عدد المحترفين. السنغال عندها 38 لعيب بيلعبوا في الخمس دوريات الكبرى. مصر عندها 4. السنغال عندهم 86 لعيب في الخمس دوريات الكبرى تحت سن 21 سنة. يعني بعد 5 سنين يا كابتن هاني الناس دي هيبقى عندهم 100 وي بيلعبوا واحنا ممكن يبقى عندنا 5-6. تخيل ده بجد دي ارقام حقيقيه. طبعا ارقام في اكتر من كده. انت بتتكلم على يعني حتى يعني دلوقتي لما بنتكلم على المنتخب العراقي دلوقتي بيستدعي تقريبا 14 15 لعيب محترف. انت بتتكلم على رقم كبير بالنسبه طبعا مع احترامنا للعراق يعني 15 لاعب محترف. انت بتتكلم زي ما انت بتقول دلوقتي خلي بالك كل البطولات الافريقيه هتلاقي منتخب السنغال وصل لمباراه النهائيه يعني واخد بطوله الشباب وكان يمكن هو اتعصر شويه في كاس العالم اللي فات اللي في الارجنتين. لكن عندك الولد عنده 17 سنه ده اوريدي بره بيتمرن في اكاديميه في اوروبا وماضي مع بره. فده جزء مهم جدا كمان. احنا لو حتى مش قادرين دلوقتي ان احنا نعمل الكلام دوت لا احنا عندنا ملف تاني مهم جدا انك في لعيبه مزدوجه الجنسيه بيلعبوا بره. ليه لا ان اللعيبه ديت ما تكونش موجوده في منتخبات الشباب بتاعتنا. صحيح. كل العناصر اللي جت دي كانت عناصر يعني اتمرن تمرين او لعب ماتش. لا مش يعني الكلام ده مش مظبوط. المغرب عملت كده، الجزائر عملت كده، السنغال عملت كده. عدد كبير جدا من المنتخبات اللي انت بتتكلم الارقام الكبيره هتلاقي الولاد دول مولودين مثلا في فرنسا و بسنغالي مولود في فرنسا وخلاص بقى الراجل ده خلاص بقى مع منتخب السنغال. كذلك المغرب، كذلك المنتخب التونسي وهكذا. فده ملف مهم جدا. لازم حتى لو بنتكلم على سكاوتنج في الانديه لازم يكون الاتحاد المصري عنده سكاوتنج يتابع الناس ديت ويروح لها ويتكلم معاها وازاي يقنعها انها تكون موجوده وازاي يتابع مع اهلها انها تكون موجودين في منتخب مصر. اظن دي ممكن تفيدنا شويه ان احنا
نزود عدد اللعيبة. عدد اللعيبة المحترفة على الأقل كانوا بيتمرنوا وهم صغيرين في السيستم وعندهم تطوير بشكل علمي كبير هناك، سواء كانوا في ألمانيا أو فرنسا أو فعلى الأقل هيكون عندهم البيزك الأساسي اللي ممكن نبني عليه. صحيح كابتن هاني، أسطورة مصر، بشكرك. جميل حبيبي، اشكرك. شكرا كابتن هاني رمزي، وبيتكلم في كلام مهم جدا، وعلم السكاوتنج، علم اكتشاف اللعيبه اللي العالم كله سبقنا فيه باميال وبسنوات. لكن سعيد جدا ان الانديه الكبيره ابتدت تشتغل على نفسها وابتدت تهتم بالسيت اب، ومش هيبقى فيه المفروض الطبيعي ما بقاش فيه توقيع مع لعيبه بشكل عشوائي. والانديه الكبيره مش بطولات بس، الانديه الكبيره تاني اسمعوني الكلام، بس الانديه الكبيره بطولات وسيت اب. يعني ايه سيت اب؟ يعني نظام عندك، لما بيجي ناس تقيم الشغل بتاعك تلاقي عندك نظام محترم، قطاع ناشئين محترم، كل فرقه 25 لعيب بس بالكتير، كل فرقه ليها مدرب ومدرب مساعد بس، عندك فيتنس ديبارتمنت ناس شغالين على قطاع الناشئين، عندك التي اي اف او ترانزيشن انتو فيرست تيم فوتبول، ازاي المرحله بتاعت السكند تيم المؤهله للفريق الاول، والربط ما بينها وما بين الفريق الاول، والربط ما بين الجهاز الفني للفريق الاول والجهاز الفني بتاع السكند تيم، كلها حاجات بتقول انت نادي كبير ولا لا. مش النادي الكبير انت بتفوز ببطولات، انت ممكن تفوز ببطولات بحاجات تانية كتير ودوافع تانية كتير، وان انت عندك اكتر فلوس وان انت عندك كل حاجه. انا بتكلم على كل الانديه الكبيره، لكن التقييم الحقيقي للإدارة الرياضية في الكلام اللي أنا ورمزي بنكلمكم فيه، عندك سيت اب محترم ولا لا؟ بنية تحتية، ملاعب، فاسيلتيز للعيبة الصغيرة، إديكيشن وتعليم للمدربين، هو ده النجاح الحقيقي في كرة القدم. نطلع فاصل، وبعد الفاصل اللي هنرجع نتكلم مع هشام رشاد وطارق شعبان عن تأهل البلدية للدوري الممتاز. ألف مبروك لبلدية المحلة، وألف مبروك للكابتن أحمد عبد الرؤوف، وهنتكلم عن فوز منتخب مصر النهاردة أمام غينيا. بعد غياب 16 سنة بيظهر بلدية المحلة من جديد في الدوري الممتاز، ويرجع ذكريات جميلة لأجيال كاملة من الجماهير اللي ارتبطت بأندية جماهيرية سابت بصمات مميزة في الكرة المصرية، منها بالتأكيد بلدية المحلة. ماراثون استمر لغاية الجولة الأخيرة من عمر الموسم، خلى مجموعة بحري هي المجموعة الأكثر إثارة في دوري الممتاز به، وفضلت المنافسة فيها ثلاثية لغاية الخطوة الأخيرة بين بلدية المحلة وتكرنس وطنطا قبل ما ينجح بلدية المحلة في حسم التأهل. ورغم صعوبة موقف بلدية المحلة بمواجهة تكرنس على ملعبه في الجولة الأخيرة، إلا أنه كان مستعد للحسم واكتسح أصحاب الأرض بنتيجة 4-0 علشان يقضي تماماً على أي فرص لإفساد فرحته في الشوط الثاني وينهي أمال طنطا المنافس الثالث على بطاقة التأهل رغم فوزه على المنصورة 2-1. موسم مميز كعادة المنافسة في ممتاز به في السنوات الأخيرة، ما كسبه ما وقفتش بس عند رجوع واحد من الأندية الجماهيرية المميزة، لكن كمان بظهور مدير فني شاب هو أحمد عبد الرؤوف اللي قدم مشوار رائع وأكد أنه مشروع مدرب مميز في كرة القدم المصرية. بلدية المحلة انضم لزد اللي تأهل عن مجموعة القاهرة، ومتبقية بطاقة واحدة عن مجموعة الصعيد هتكون ما بين الجونة متصدر المجموعة ومنافسه لافيينا في ختام منافسات ممتاز به في الموسم الحالي. مبروك للبلدية، العودة للدوري الممتاز بعد 15 عام وغياب 15 عام تحت قيادة المدير الفني الشاب المميز صاحب 36 عام أحمد عبد الرؤوف ابن نادي الزمالك، الحقيقة في تاني موسم ليه كمدير فني. الموسم الأول كان في المصري في السلوم وعمل أداء جيد جدا مع الفريق رغم ضعف الإمكانيات، والسنة دي يعني بيقود فريق بلدية المحلة للعودة للممتاز بخبرة كبيرة جدا وكأنه مدرب مخضرم في التنافس الكبير اللي بيبقى موجود والمنافسة الكبيرة اللي تبقى موجودة
في الصعود للدوري الممتاز، منافسة في مجموعة بحري ما بين البلدية وما بين طنطا وما بين ديكيرنس. والحقيقة النهاردة اتفرجت على مباراة طنطا والمنصورة، بنقول هارد لك لطنطا وأهالي طنطا وجمهور طنطا، يعني ان شاء الله تتعوض السنة الجاية يكون لكم نصيب في التواجد في الدوري الممتاز. ولكن البلدية يعني فريق عنده تاريخ في الدوري المصري، وكلكم لو تفتكروا في التسعينات التسعينيات فريق طلع لعيبة كبار، احمد فاروق، اكرم عبد المجيد، ياسر رضوان، وعمارة، ولعيبة تانية كتير، كلهم كانوا لعيبة منتخبات ولعيبة مميزة جدا. ونتمنى ان غزل المحلة يبقى في الدوري الممتاز، ويبقى السنة الجاية في ديربي المحلة، ونفسي ان هو يتلعب بجمهور، ونفسي نشوف الاجواء اللي كنا يعني بنشوفها بكاف الدوري الممتاز وحلاوة الدوري الممتاز المصري. الحديث عن صعود البلدية وعن مباراة المنتخب، بيسعدني ان انا اكون ضيوفي نجوم الريمونتادا هشام رشاد وطارق شعبان. هشام مساء الخير. ميدو مساء النور. منور. منورك. منور الريمونتادا. منورك. حبيبي طارق مساء الخير. حبيبي ميدو مساء الفل. الحمد لله كله فل. هشام، يعني انت بمتابع جيد لدوري الممتاز به، وشفت بالذات المجموعة دي والتقارب في المستوى والتنافسية والمنافسة الكبيرة حتى آخر مباراة، ازاي؟ أنا مبسوط لسبب كبير جدا، إن أنا مش بقول إن أنا بتفرج كل ماتش للبلدية، ولكن كل شوية كده لما بيعرض بتفرج. اللي عجبني إن فعلا عبد الرؤوف عامل فرقة محترمة جدا، بيلعب كرة على الأرض، بيلعب كرة مودرن جدا ومصمم عليها منتهى الأمانة، عامل موسم كبير، مدرب واعد اللي يصمم على طريقة اللعب دي. خلي بالك اللي يصمم خطف الماتش بدري، ها اول ربع ساعه نص. بس اميدو عايز اقول لك حاجه، ان في الدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه طريقه اللعب ممكن تبقى مرهقه من الفرق المنافسه، ان انت تصمم على اللعب كأنك بتلعب ماسك فرقه درجه اولى. اه بالظبط، فاهم قصدي؟ وده تحدي كبير على فكره، ان في ناس كتير بتحاول تثبت ان في الفرق الممتاز بيه ما ينفعش تلعب كره من تحت، ده مش حقيقي. هو بصراحه امير عزمي مجهز من الفرق اللي هي برضو السكه، وامير عمل موسم هايل هايل. امير هيبقى مدرب كبير ان شاء الله صراحه، ان شاء الله، وخد خبرات. فانا مبسوط جدا. اول حاجه انا بحب البلديه طبعا وطنطا اكيد، واتمنى لهم التوفيق المواسم القادمه. بس في حاجه جواك كده، يعني انا بحب الجيل بتاعنا ده البلديه. انت ما تعرفش انت الكلام ده؟ لا ما اختارتش الكلام ده. انا بقول لك كده، كان عندهم احمد فاروق، ده كان حته لعيب، وطارق حامد، طارق حامد ايه، اسامه حامد. لا طلعوا اكرم مجيد، لكن عارف لما تتفرج على كام ماتش البلديه، لا من الفرق اللي تستحق، وبصراحة عمل إنجاز ولعب كرة ممتعة. يعني من الفرق اللي انت بتتفرج عليها الدرجة التانية تبقى عايز تتفرج عليها، لأن كرتهم كانت ممتعة. والغريب واللي يضحك واللي يزعل، إن الدوري تحت منتظم أكتر من الدوري فوق. يعني أنا شفت حلقة امبارح بتاعتك، لو بصيت على جدول تحت هتلاقي كله لاعب زي بعض، عشان مفيش مجاملات تحت، مفيش حد بيخاف من حد تحت. لا ماشي مسطره. وانت بتتكلم اميدو، انت بتتكلم في الثلاث مجاميع لغايه الجوله الاخيره او قبل الاخيره، انت مش عارف مين اللي هيصعد. يعني انت لغايه بكره بتتكلم على لافيينا او الجونه، انت النهارده مش فاهم طنطا ولا البلديه. زاد صعد لغايه اخر اسبوعين، انت بتتكلم في منافسه مع دجله شرسه. طب تعالى معانا مداخله مهمه جدا من مع نجم الموسم السنه دي في الممتاز به، بعتبره ابن نادي الزمالك، المدرب المتالق احمد عبد الرؤوف. احمد مساء الخير. اي شرفنا يا كابتن ان انا اكون اولاد النادي الزمالك، ده حاجه تشرفني جدا، وسعيد بوجودي معاك كابتن ميدو، يعني سعيد جدا بوجودي معاك. طب الف مبروك يا احمد، والحقيقه يعني كلنا فرحانين للبلديه جدا، لان نادي صاحب تاريخ كبير في الكره المصريه، وفرحانين ليكوا يعني بشكل خاص. وعايزك يعني تقول لي صعوبه المنافسه السنه دي في الصعود للدوري الممتاز. والله يا كابتن مصر، يعني انا اول يوم كنت موجود في البلديه قبلها باسبوع او اسبوعين، انا كنت موجود مع حضرتك، ودي تقريبا هو التواجد الوحيد بتاعي اللي انا حضرت فيه. يعني قلت لك ان تواجدي في نادي جماهيري دي حاجه انا حاببها جدا جدا، وان انا اشتغل تحت ضغط جماهيري دي حاجه انا حاببها جدا جدا جدا. وحضرتك قلت لي ان الموضوع هيبقى صعب جدا، وان شاء الله تبقى قد القصه دي. انا
الحمد لله ربنا وفقني بشكل كبير جدا السنه دي. الخريطه اللي انا حطيتها على مستوى اللعيبه السنه دي وفقت فيها بشكل كبير جدا. كان في دعم كبير جدا جدا من مجلس الاداره برئاسه الباشمهندس مصطفى الشامي الحقيقه، وهو ساعدني بشكل كبير، لان في اوقات انت عارف على مستوى الموسم لما بيحصل فيه دروب او بيحصل فيه يعني الامور ما بتبقاش ماشيه بشكل كويس او حاجه، لولا الدعم ولولا الوقفه ولولا الشغل يعني فما كانش هيحصل كده. احنا اتمرنا على مدار الموسم اكتر من 93 تمرينه، البلديه جايب 46 جول ودخل في 16 جول، حصل في ضرب ما بين الدورين على ان احنا فقدنا نص ملعب كامل خالص، ففي ظروف كتيره جدا على المستوى الفني مرينا بيها. انت بتنافس 8 او 9 انديه جماهيريه بتشتغل، طنطا النهارده انا بقول لهم هارد لك، شيبين، بيكرنس، كنا بنلعب كان فريق كبير النهارده على تركان كمان، الموضوع كان صعب جدا جدا. بحمد ربنا وانا شايف نفسي محظوظ جدا ان انا اصعد مع نادي جماهيري كبير باسم نادي بلدي المحله بعد 17 سنه، ده انا شايفها حاجه كبيره جدا يعني. كابتن احمد، يعني عايزك تكلمني عن دعم عائله الشامي للفريق، ويعني وانا عارف ان هم ليهم دور كبير جدا في بمساعدتك طبعا، وان هم ازاي ان هم بيساعدوك وبيساعدوا الفريق في الصعود للدوري الممتاز مره اخرى. انا هتكلم الاول على يعني صديقي باشمهندس مصطفى الشامي، لان الحقيقه من بعد 12/6 تحديدا، وده كان ماتش الاهلي مع مصر السلوم، وكلمني قبلها باسبوعين وقال لي يعني انا حابب جدا ان احنا نكون موجودين مع بعض، وكان في اتفاق على خريطه كامله من بدايه الموسم من ساعه ما بدانا 13/7، دخول الحاج محمود الشامي من اول مباراه لطنطا لينا في طنطا، وهو ما دخلش نادي البلديه كدعم لفريق كوره من تقريبا من 13 سنه. الراجل ده بيشتغل في مجال كره القدم من 89، والحقيقه كان مساند بشكل قوي جدا جدا جدا. النادي نفسه على المستوى الجماهيري وشغل منظومه كره القدم بشكل يعني خاص على مستوى بلديه المحله، الحقيقه يعني انا ساعدت بشكل كبير جدا جدا. وانا بقول لك يعني والله مش كلام وخلاص، يعني انا شايف ان انا كنت محظوظ بشكل كبير جدا، لان الامور في نادي بلديه المحله انا كنت موفق فيها بشكل كبير جدا جدا على مستوى كل حاجه، على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري وعلى المستوى الطبي، كل الناس اللي اشتغلت معايا السنه دي انا شايف ان احنا كنا موفقين بشكل كبير السنه دي. كابتن احمد، خطتكم للموسم القادم، وانت عارف ان الدوري ممتاز لازم يكون في افكار مختلفه ونوعيه لعيبه مختلفه، هل فكرتوا في الكلام ده ولا لسه دلوقتي انتوا في وقت الفرحه ومؤجلين الحديث عن الموسم القادم لوقت لاحق؟ على مستوى جهاز احمد عبروف، على مستوى احمد عبروف انا يعني انا جاهز على مستوى خطتي كامله بالنسبه للدوري الممتاز، بتمنى ان شاء الله ان يتم الاتفاق عليها عشان خاطر اظهر بالشكل اللي انا حابه ويعني اكون موجود فيه بشكل كنادي بلدي المحله كاسم، لان بشوف النادي ده نادي عريق، ووجودي انا يهمني جدا جدا، او ظهوري انا لاول مره في الدوري الممتاز ده حاجه تهمني جدا. فان شاء الله ان احنا الاثنين يبقى في اتفاق على الخريطه اللي جايه بالنسبه لبلديه المحله عشان خاطر سواء نادي العريق الكبير ده يظهر بالشكل الكويس، وانا كمدرب او كجهاز احمد عبروف يظهر بالشكل اللي هو حابه ونفسه يكون فيه يعني. عايز ربنا يكرمك في الدوري الممتاز يا احمد. اتفضل. ماشي يا عامر صبري. صح ابو علي. حبيبي يا رؤوف، وطبعا الف مبروك للنادي البلديه وليك ولجهازك عامر صبري وحسام اسامه وكل الجهاز الفني المحترم اللي تعب كتير، اسامه ومحمد صالح وايمن الطويل وبقيه الناس اللي كانت موجوده في البلديه يعني. صحيح، الف مبروك كابتن. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نرجع تاني عشان كلامك. لا بقول لك هو تاهل مستحق، واللي متابع البلديه بيلعبوا كوره حلوه جدا وممتعه، وغصب عنك عينيك هتبقى مبسوطه وانت بتتفرج ان هو مصمم على طريقه لعب في دوري 70-80% من الفرق صعبه طريقه اللعب، انت بتبقى ايه ولا وفرق بتحاول تجرك لماتشات لاسلوب لعب تاني. صح. لا فهو بصراحه تاهل مستحق. صحيح. وان شاء الله طبعا طنطا برضو عزيزه على قلبنا، ان شاء الله توفق السنه الجايه. طارق، نروح لماتش المنتخب، والنهارده فوز مهم وتصدر المجموعه، والبعض يعني ممن شاهدوا المباراه يعني قالوا ان مش افضل اداء للمنتخب، لكن انا بقول ان في وسط ظروف صعبه شفت فوز مصر ازاي؟ يعني هو فوز مهم جدا، اللي احنا خلاص حسمنا التاهل لبطوله افريقيا اللي جايه، ولكن
مش في كل الماتشات اللي قدم فيها اداء كويس، وطبيعي ان ماتشات كتير بالذات في الوقت اللي احنا بنلعب فيه ده مع الغيابات اللي موجوده مش مفاجاه، يعني اللي انت تقدم مستوى مش احسن حاجه او هي مش كارثه يعني. الشكل مش ده اللي يقلق او ده اللي يضايق الناس، ولكن الحقيقه ميدو ان انت لما تتفرج برده على الماتش هتلاقي ان المنتخب فيه عنده شويه امور ممكن تكون محتاجه تعديل اكتر او محتاجه شغل اكتر او فيها اسئله لسه فيتوريا ما قدرش يوصل للاجابات بتاعتها لغايه دلوقتي، زي ان هو عنده مشكله كبيره جدا في تغطيه ظهر صلاح في الوقت اللي احنا معناش فيه الكوره. هو بيحاول يحل الموضوع ده باللي هو يلعب زيزو في ظهره ولعيب ثالث على الدايره واحنا معانا الكوره، وهو في الوقت اللي احنا بنتحول فيه من غير الكوره بتتقلب كانها 4-4-2 ويكون صلاح مع مصطفى محمد هم الاثنين اللي قدامه وزيزو بيرد في كانه جناح يمين. ولكن زيزو عنده مشكله في ان هو مش قادر يظبط توقيت تحوله من هو لعيب ثالث على الدايره للاعب جناح علشان يقفل الحته اللي في ظهر صلاح ويروح يعمل الدبل اب مع هاني ويقفل في المكان ده. ده عامل له مشكله كبيره جدا وعامل لنا مشكله في المنتخب، بلس ان انت وجود صلاح قدامه ومصطفى محمد ده عامل لنا برده مشكله تانية، ان دايما لعيبه الدايره بتاعت الفريق المنافس عندهم وقت كبير على الكوره لان ولا صلاح ولا مصطفى بيرجعوا يضغطوا على الناس دي، ودي حاجات عامله مشكله ولغايه دلوقتي فيتوريا مش قادر يلاقي الاجابات بتاعتها. والحقيقه هي مشكله مش مولوده مع فيتوريا، المشكله دي موجوده من ايام ما كان كوبر موجود في المنتخب بسبب ان صلاح ما بيقومش بدور دفاعي كفايه، وكنا بنحاول نحلها بان بيزق في المكان ده وعبد الله سعيد بيصعد كانه لعيب تاني على درجه جنب طارق حامد وتريزيجيه يخش لجوه، ولكن دلوقتي انت ولا عبد الله موجود ولا كيروش كان بيقرا يعمل نفس الافكار كان حمدي فتحي وعبد الله، ولكن دلوقتي هتبقى هي دي الرهان بالنسبه لي لفيتوري الفتره اللي جايه اللي هو يقدر يعالج الحته دي. كمان يا ميدو احنا لازم خط دفاعنا يكون اسهل. طب ارجع لموضوع خط دفاعنا عشان عايز اخد نقطه انا شايف هشام وارجع. هل الحل في المشكله اللي طارق بيتكلم فيها هشام هو اللجوء لل 4-4-1-1 ان صلاح يخش في عمق الملعب ونبقى بنلعب باثنين اجنحه بيدافعوا بشكل كويس وتبقى يعني شلت من على دماغ اللعيبه الادوار المركبه المطلوبه منهم، ولا التمسك بال 4-3-3 برضو بان يبقى فيه الراجل اللي بيلعب تحت صلاح بيقوم بادوار مركبه؟ تعالى نتفق على حاجه، ان هو ما كانش محظوظ بضربه الاصابات اللي جات له. يعني من امبارح انا كنت كتبت ان المباراه هتبقى صعبه، اول حاجه منتخب غينيا منتخب محترم، منتخب عنده ال 11 اللي في الملعب واللي بره محترفين وعلى ليفل عالي جدا، يعني المهاجم الجراسي ده شتوتجارت ده ثمنه مثلا 10 مليون يورو، وعندك الوينج وعندك لعيبه نص الملعب فالنسيا على اندرلخت على محترفين كتيره جدا، فطبعا ده بيوريك ان احنا اتاخرنا كتير. طبعا انت دلوقتي بتتكلم مدافع من فالنسيا، نص الملعب من فالنسيا، عندك مهاجم ليل برتغال حاجات كتير. فانت دلوقتي بتتكلم ان انا كنت متوقع ان ماتش صعب، واثق ان هجوم مصر المثلث اللي قداماني عنده من الخبرات ومن الجوده ان هم يهددوا مرمى اي حد. طب الحته الدفاعيه هشام اللي طالب الحته هو بقى النقطه اللي بيقولها دي، طارق حامد غيابه مؤثر جدا واثبت ان غيابه مؤثر جدا، وهو اللي كان محلي طريقه زيزو حاميهم وحامي محمود حماده اللي طبعا النهارده علامات استفهام كبيره جدا. هل يلجا لل 4-4-1-1 في الناحيه الدفاعيه؟ لو اصابات طارق حامد والنني اتاخروا ممكن يلجا لدي لعلاج القصة. طب طارق نروح لمشكله الدفاع اللي كنت عايز تتكلم احنا عندنا عليها. مشكله كبيره ميدو ان خط دفاعنا يعني في الطبيعي وانت معاك الكوره لازم وانت معاك الكوره وبتطلع بيها لقدام ان لازم خط الدفاع يكون بيزق علشان اللعيبه لما الكوره توصل تلت الهجوم لازم يكون خط الدفاع طالع لقدام علشان اسباب كتيره، سبب هجومي اللي انت يبقى عندك زوايا تمرير كفايه من المدافعين بتوعك يوفروها للعيبه نص الملعب، وفي نفس الوقت اللي انت في الوقت اللي بتقطع فيه الكوره يبقى عندك ناس بتعمل لك الضغط المرتد وتستخلص لك الكوره في نص ملعب المنافس، وده ما بيحصلش عندنا في منتخب مصر. احنا بتوصل الكوره لمنطقه بعيده عن الملعب ويكون علي جبر ومحمد عبد المنعم الاثنين واقفين ورا وما بيتقدموش ورا الناس، وده اللي عامل لنا مشكله في التحولات. احنا الجول اللي دخل فينا النهارده الجول بتاع غينيا كان بسبب النقطه دي، الكره اتقطعت حتى وهي في نص ملعبنا وما كانش فيه خط الدفاع كان بعيد عن نص الملعب، وقدروا اللي هم يروحوا على الجول بتاعنا ويجيبوا جول. في الشوط الثاني برضو اتخلق علينا فرصتين او ثلاثه برضو بسبب نفس المشكله دي، فدي حاجه لازم اللعيبه عندنا يعني يحاولوا اللي هم يفهموا ادوارهم بشكل احسن. ما يقدرش، ما هو انت خلي بالك يعني الامكانيات البدنيه دلوقتي لعلي جبر وتقدمه في العمر
وضغط الماتشات وفي الوقت ده من الموسم مع ضغط الماتشات، انا متاكد ان علي جبر نفسه ان هو يعمل اللي هو بيقول عليه اللي انت بتقول عليه ان هو يزق ورا الكره ويلعب خط دفاع متاخر، لكن اللعيب كل ما بيكبر وكل ما قدرته البدنيه وقدراته البدنيه بتقل غصب عنه بيروح واخد 5-6 خطوات لورا، وهو هي دي المشكله الحقيقيه. هو طول عمره ما كانش سريع، هو لا بس وهو صغير شويه يعني وهو من 5-6 سنين كان بيقدر يعمل الزقه دي. هو دلوقتي خلاص مش قادر، وعلى فكره هو ده اللي مخلي محمد عبد المنعم مش قادر يزق، يعني محمد عبد المنعم مش قادر ان هو يزق معاه عشان لا. وحاجه تانية هو اتحسن في جوده الخروج بالكوره، وده بسبب تاكس من شغله في بيراميدز، ولكن حته السرعات وحته الحياه، وفي نفس الوقت ان النهارده محمد هاني ما كانش في مستواه، وانا النقطه اللي كنت متخوف منها الغيابات الخبرات اللي هو حجازي على طارق حامد عنني، لكن المشكله اللي كنت خايف منها لعبت النادي الاهلي هل خرجوا من فرحه افريقيا ولا لا؟ دي نقطه كان لازم فيتوريا يحضر ليها كويس جدا، لان انت بتتكلم ان محمد هاني النهارده ما كانش محمد هاني ان من 3 4 ايام قدام الوداد، وهو سبب من الاسباب اللي خلى منظر علي جبر كده. لكن انت هل الحته الحمايه طبعا هل انت عارف يا شباب، انا عايز اقول لك على حاجه، الريكفري والاستشفاء تبقى صعبه جدا وانت لسه كسبان بطوله طبعا، لان الفرح لا ومنتل والرقص طبعا والغنى ده طبيعي، لان هو اصلا انت بتلعب كوره عشان لما تفوز ببطوله تفرح. انا نفسي اللي بتكلم بتقعد يعني اوتوماتيك في يوم كده طاير، وده مش بالعكس، انا محمد هاني من اللعيبه اللي اتحسنت جامد جدا، لكن انا لو مكانهم هبقى زيهم عشان الناس تبقى فاهمه، ده مش تقطيع، ده كلام واقعي، ان انت ما طبيعي طالع من حفله من حفله ولسه ناس داخله عليك جايين من مصر والحاجات دي، ده طبيعي جدا. بدليل اكبر حاجه ان النهارده ده مش مروان عطيه بتاع الاهلي، ما انا محمد دي اكتر حاجه تثبت لك. انا بكلمك يا طارق فعلا في موضوع ان انت تبقى لسه كسبان بطوله وعندك ماتش بعديها بثلاث ايام، دي بالذات كسبان دي قصه صعبه جدا، لان طبيعي انت طبيعي بتخلص الماتش تخش حمام تلج تعمل الاستشفاء بتاعك، انت وانت كسبان مفيش حد اصلا يجرؤ ان هو يقول محدش هيقول لك تعالى اعمل ريكفري. انا فاكر احنا لما كسبنا الدوري مع اكسس للسنه الاولانيه كان عندنا ماتش بعد 4 ايام نهائي الكاس، بعد ثلث ساعه كانت انا مزغلله مش شايف الكره وكلنا لان مفيش تشفى. انت لما تيجي تبص النهارده عميد، لما تيجي تبص شكرا تريزيجيه، نزول تريزيجيه طبعا النهارده دي برضو المباراه ال 60 ليه مع المنتخب واحرز الهدف العاشر، بصراحه نزوله غير والف سلامه على عمر طبعا طبعا. لكن النهارده لما بتيجي تتكلم لا، لما تيجي تبص على جوده ال 11 اللي في الملعب لا ما كانوش مميزين، وتريزيجيه اللي فوق صلاح، يعني صلاح الشغل بتاعه يعني محتاج حد يعمل له الشغل، ان انا اخش لجوه واعملها، تريزيجيه هو اللي فاهمه ولاقط هو عايز ايه. بصراحه نزول تريزيجيه غير من شكله، واهم حاجه الهدف اللي جه الشوط الاول، لان الهدف ده لو كان جه كان المباراه هتبقى اصعب بكتير. اكتر حاجه كنا محظوظين بيها الجول ده. طارق يعني عايز اكلمك على الديفنس، يعني وضربه كبيره لمصر ان 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 الونش وحجازي الاثنين يعني الف سلام عليهم طبعا يتعوروا ويجي لهم اصابات طويله. ايه الحلول؟ يعني الاجهز النهارده كان علي جبر اكيد، لان هو اللي موجود وانضم للشغل مع الراجل قبل كده، وكمان خلي بالك في واحد كمان مصاب مهم بالنسبه لفيكتوريا، اسامه جلال صح؟ طبعا لان اسامه جلال لعب في ماتش بلجيكا لو تفتكر، يعني هو واحد من الناس اللي فيكتوريا شايف فيه مش محظوظ حرام. الحل ايه؟ الحل صعب يا ميدو، صعب جدا، لان انت بتتكلم على لعيبه يعني حجازي والونش لعيبه هم قلبين الدفاع الاساسيين لمنتخب مصر بقى لهم فتره طويله، ويعني متاقلمين على اللعب مع بعض اصلا متعودين عليه. ويمكن واحده من اهم المشاكل اللي هتقابلنا دلوقتي ان انت لما تيجي تتكلم عن علي جبر ومحمد هاني وعبد المنعم ومحمد حمدي كهو ده رباعي لخط دفاعك، فانت بتتكلم والاثنين مش موجودين في كاس الامم خلي بالك. وانت في الوقت ده بتتكلم عن اربع مدافعين اصلا، يعني منهم اثنين بس بيلعبوا جنب بعض في الفرقه بتاعتهم، وحتى وجودهم بعيد عن بعض، يعني هاني بيلعب في الاهلي باك يمين وعبد المنعم قلب دفاع شمال، فانت بتتكلم على اربع لعيبه مفيش اصلا بينهم انسجام، حتى لو هنقول ان في منهم اثنين بيلعبوا جنب بعض في الدوري في قلبين الدفاع مثلا او باك شمال وقلب الدفاع الشمال،
فهتقول ان حتى ممكن يكون في شويه انسجام وتفاهم ما بينهم في المنتخب. ولكن اللي يقلق كمان ان كل واحد فيهم بيلعب في نادي مختلف عن الثاني، وانت في فيتوريا مع المنتخب في الوقت ده ما عندكش اصلا وقت اللي انت تلعبهم ماتشات وديه كفايه او اللي هم يقدروا يتاقلموا مع بعض، فهي مشكله مش سهله خالص. فاهم حاجه في الوقت ده اللي انت لازم تحاول تحمي خط دفاعك باللي انت ما تخليه تمنع الكره من ان هي توصل له اطول فتره ممكنه من الوقت. فلازم يبقى عندك ضغط عالي بيتعامل بشكل كويس جدا، لازم الاثنين بتوع الدايره يكونوا ملتزمين دفاعيا بشكل كبير جدا عشان يحموا قلوب الدفاع اللي واقفين وراهم، الاجنحه تكون ملتزمه دفاعيا بشكل كبير جدا، ويكون في شغل كبير من مجهود كبير من المهاجمين ومن لعيبه نص الملعب. واللي انت كمان لازم منطقه الافتكاك بتاعتك تتغير علشان تقدر اللي انت تحمي الناس اللي واقفه ورا دي. احنا عندنا مشكله كبيره ميدو اللي احنا طول ما احنا ما بنحاول نلعب بخط دفاع متقدم او بخط دفاع متوسط او بخط دفاع يعني بين مش قريب من منطقه الجزاء بيعمل لنا مشكله، لان احنا بنبدا اللي احنا نحط المدافعين بتوعنا في مشاكل اللي هم يطاردوا الكوره او يطاردوا مساحات موجوده في ظهرهم، وده بيعمل لنا مشكله كبيره جدا. بجانب النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها ان لعبه الدايره عند الفرقه الثانيه بيكونش عليهم اي ضغط او عليهم اي مشكله من لعبه الهجوم بتاعنا، فلازم اللي احنا نحاول خط دفاعنا يتاخر شويه لورا علشان نقدر اللي احنا نمنع الناس دي المدافعين بتوعنا اللي هم يجروا في مساحات، وفي نفس الوقت اللي انت يكون عندك خط النص قريب من خط الدفاع وتقفل المكان ده. انا شايف ان الحل في وجود صلاح في منتخب مصر مع تقدمه في العمر في ال 4 4 2 او ال 4 4 1 1 هتحل لك مشاكل كتيره جدا وانت بتلعب فرق كبيره. ليه بقى طارق؟ هيبقى عندك وينجين ملتزمين باي بالاجنحه بشكل كويس جدا، كره ما تكون الراحه الناحيه الثانيه الوينج العكسي هيخش يملا لك نص الملعب، وهتسمح للعيبه الدايره ان هم يزقوا فوق يضغطوا. فاهمني ولا لا؟ انت دلوقتي زيزو مش عارف يزق فوق ليه، لان هو خايف من يمينه من ضهر. خايف من الحته دي، فكل ما يجي يزق فوق على لعيبه الدايره هو عارف. بس وانت معاك الكوره بقى انت هتخسر الحته بتاعت صلاح اللي هو القطعه اللي بيعملها دي خالص. بالعكس، لو انت معاك الكوره اديله حريه ان هو يروح اخطر، يعني فاهمني، اديله حريه ان هو يبقى بيتحرك في الحته دي، بس وانت معاكش الكوره يبقى الشيب بتاعك ال 4 4 2 فلات، الاثنين ما يسمحوش للعيبه الدايره ان هم يستلموا، وانت بتزق عليها بشكل كويس. انت عارف تاكيدا على كلامك ايه؟ في مع كيروش في نهائي كاس الامم قدام السنغال لما كان بيلعب الطريقه بتاعته عادي، كان صلاح من الضغط ومن من بيعملين دبل اب عليه، اول لما دخل في مرحله الفيرود الثاني او تحت الفيرود في الاخر فاق، لان انت صعب تمسك صلاح في المكان ده، سهل تعمل عليه مثلا بتفندر ثالث مع الباك ليفت تعمل عليه كم ماشه في الحته، لكن انت لو بتلعب فيرود الثاني انت بتدي له حريه الحركه في اي حته. لكن النقطه اللي انا برضو اللي عايز اتكلم عليها ان برافو بالمستوى اللي ظهر النهارده ان انت بقيت تعرف تكسب في شخصيه الفريق، وخاصه ان انت اتاخرت. لان فيتوريا النهارده عمل حاجه، النهارده من اقل الماتشات بتاعت فيتوريا، لكن برافو ان انت كسبت النهارده. هو كان ذكي، انا معايا نقطه تاهلني اول، لان انا عندي اخر ماتش اثيوبيا هنا، لو ما خدتش الثلاث نقط اطلع بنقطه. بتاع غينيا طمع لما طلع المدافع ونزل وكان عايز ياخد النقط الماتش الثلاثه، وراح فيتوريا اكله الطعم. خلاص ساب الكوره ووقف ورا، بقى بيشتغل على جوده الثلاثه اللي عنده قدام، هم دول اللي خلصوا الجيم. صحيح طارق، الماتش اللي جاي يعني هنلعب جنوب السودان، محترفين خلاص هيخرجوا من المعسكر، وغينيا عندها برازيل يوم 17، عندها برازيل ماتش يعني معمول. ده كان جاي لنا، بس يعني ده فكر فيتوريا ان انا عايز التصنيف بتاع ده، كان جاي لنا كنت ممكن تلعب البرازيل او المغرب يوم 17 انت في المغرب، ولكن فيتوريا فضل جنوب السودان عشان هو بالنسبه له التصنيف اهم. انت مقتنع؟ هو ده اللي حصل. انا بص، وانا مغمض العب قدام البرازيل، هتغلب 3 4 مش مشكله، بس ان هو بالنسبه له هو كان انت المعلومه دي ما اعرفش عندك ولا لا؟ يعني انا عندي مش عارف مين السبب فيها، يعني انا بالنسبه لي مش هو فضل دي عشان هو هي في كل الاحوال فرصه اللي تتجرب لعيبه جديده ما لعبتش، يعني اللعيبه اللي هي اللي دخلت المعسكر جديد وما شاركتش في الماتش بتاع غينيا، هي فرصه اللي انت تشوفها واللي هم يحتكوا يلعبوا ماتشات دوليه، يعني بوبو والشام صلاح احمد رمضان بيكهام مثلا، احمد رمضان فتوح طبعا، في اسماء، مروان عطيه اللي هو ياخد برضو وقت تاني مع المنتخب، متهيألي ممكن بيكهام يلعب مساك،
احنا ما عندناش مساكين هو خلي بالك وعندك هشام صباح ما فيش بس هو ممكن يلعب خد مرعي باك بس ومرعي فرصه برضه اللي هو يلعب ففي اسامي كتير هتبقى بالنسبه لها الماتش ده فرصه كبيره اللي هم يشاركوا في نفس الوقت اللي انت ما عليكش ضغوط كبيره وبتلعب منتخب في المستوى هو اقل منك ففرصتك اكبر اللي انت تكسب واللي هم ياخدوا ثقه مع المنتخب فهي هي فرصه للناس دي هو كل ايجابياته في اللعيبه دي وهو مرن خلي بالك هو خد حواش وخد محمد حمدي من امبي وخد محمد رضا بوبو فيوتشر واكتر من لاعب خدهم التدريبات اللي كانت في القاهره قبل ما يسافروا فده مؤكد ان المجموعه دي هينضموا خبرات في ماتش جنوب السودان هي دي ميزه من مميزات فيتوريا صحيح انا 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 الحقيقه مبسوط جدا ان هو ضم اياد العسقلاني وضم حواش طبعا. وضم مين ده وحمدي وحواش وفايد وعمر فايد وغنام محمد اللي هو غنام لان هو بكده اللعيبه دي يوسع القماش لا واللعيبه دي لما تروح معسكر المنتخب وتفهم شغل الراجل وتتعامل مع صلاح خبرات كبيره جدا يعني اقول لك يا ميدو حاجه ان انت نادي الاسماعيلي اياد العسقلاني ما بيلعبش وان انا ضمه يبقى هو عنده قناعات انت عارف قرار زي ده ممكن يخلي الاسماعيلي يعتمد عليه ان كعاده الانديه المصريه بتاخد الثقه من المدرب الاجنبي محمد عبد المنعم الاسماعيلي مش هيعتمد على لعيبه صغيره في الوقت لا انا عايز اسالك سؤال انت محمد عبد المنعم شكرا يا كيروش لان من غير كيروش كان زمان محمد عبد المنعم كعب داير في كل انديه الدوري الممتاز ما كانش هيرجع ولا الاهلي هيقطع عارته دي انت بتتكلم محمود حماده روي فيتوريا بتتكلم حسين فيصل كيروش بتتكلم ان كيروش هو اللي خلى الاهلي ياخد القرار اعاده محمد عبد المنعم واحنا دايما بنستمد دايما ده فكرهم ممكن تلاقي مثلا واحد من ويست هام باك ليفت منتخب انجلترا هم عندهم الجراءه احنا بنستمد الجراءه يعني انت محمود حماده ده مش موجود من بقاله سنتين ثلاثه هل حد من انديه القمه فكر فيه غير لما فيتوريا ضم هتلاقي انديه كتير حواش احنا ما عندناش ان احنا نواجه جمهورنا بلعيب نكتشفه لازم مدرب يمهد يجيبه منتخب مصر فساعتها لما اجي اتخانق عليه قدام الجمهور دي صفقه حلوه احنا عايزين نرجع زي زمان زمان كان ده موجود يعني زمان الزمالك في عز عظمه الجيل بتاع التسعينات وفي بدايه التسعينات جاب رضا عبد العال صح جاب من نيل الادويه وكابتن حسين عبد اللطيف كابتن حسين عبد اللطيف من الالومنيوم كان كان والاهلي نفس الكلام طارق مصطفى منين ما كانش فيه مشكله لعيب كويس عين كويسه ناس شغاله اجيب كشري منين علاء ابراهيم منين تمام كلهم هي الجمهور انا عايز محمد جمهور. رمضان من الترسانه كابتن جمهور الاهلي والزمالك صدقني بيفرحوا لما بتطلع ناشئ جامد او بتجيب اكتشاف لازم على الاقل لو انا بجيب 10 صفقات يبقى في 2 تجيبهم بعين ثاقبه من تحت والباقي المعروف ده لازم هتخرج معايا بكره ولا هتخاف اعتبرني خرجت تصبح على خير يا فندم تصبح على خير يا شباب تصبح على خير ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله We'll be right back.